حياكم الله مشاهدينا. اتجهت العيون اليوم إلى تونس التي تشهد عرسا ديمقراطيا حقيقيا لم تستطع الدول العربية أن تحققه منذ عهد الاستقلال. تونس النموذج الحي الذي يثبت أن إرادة الشعب يمكن أن تنتصر لتختار مصيرها ورئيسها. قد تكون تونس البلد الوحيد الذي نجا من الانتكاسات التي شهدتها بلدان الربيع العربي، فقد شهدت منافسة انتخابية حقيقية، ورأت الشعوب العربية في المناظرات التلفزيونية الانتخابية في تونس ما لم تشهده وما لم تعرفه من قبل. بغض النظر عن المرشح الذي سيحقق الفوز في هذه الانتخابات، فإنه سيكون الرئيس المنتخب بحق الذي اختاره الشعب التونسي بكامل إرادته. وستشهد تونس نتائج انتخابات تتجاوز الأرقام التي اعتدنا على سماعها عند أي انتخابات عربية. قد تكون اللحظات الأخيرة حاسمة لمصير بعض المرشحين، فقد انسحب وقبل نهاية فترة الصمت الانتخابي مرشحان رئيسيان لصالح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي السابق، ليبقى 24 مرشحا يتنافسون لنيل أصوات الشعب التونسي. فمن هو المرشح التونسي الأوفر حظا في هذه الانتخابات؟ وكيف سيحدد هذا المرشح سياسة تونس على المستوى الداخلي والخارجي؟ وما هو سبب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات؟ هل يعود ذلك لعدم ثقة الشعب التونسي بالوجوه المرشحة في الانتخابات؟ ألا يعكس المرشحون الرئاسيين تطلعات التونسيين؟ أم أنهم بعيدون عن الواقع الذي تعيشه تونس مع انتشار البطالة وحالة الغضب التي تنتشر بين فئات الشعب المختلفة؟ أليس من الصعوبة بمكان تحديد المرشح الذي سيفوز في هذه الانتخابات؟ ألا يمكن أن تشهد الانتخابات التونسية مفاجآت قد تقلب كل التوقعات؟ ولكن مع كل ما تشهده تونس من شد وجذب واختلافات سياسية، ألا تعتبر تونس نموذجاً عربياً ناجحاً يحتذى به؟ ألم تؤكد أن الشعب العربي قادر على أن يكون شعباً يمارس الديمقراطية بكل أبعادها؟ أهلاً بكم إلى تفاصيل. دعت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الناخبين للمشاركة بشكل أكبر في عملية الاقتراع التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 35% من عموم الناخبين البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين تونسي. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. انتخابات رئاسية هي الثانية من نوعها في تونس منذ ثورتها التي اندلعت عام 2011. انتخابات رست على 24 مرشحاً انتخابياً بعد انسحاب 2 من عموم المرشحين. كل شيء يجري كما هو مخطط، الحراسة مشددة والعناصر الأمنية بالآلاف ينتشرون في عموم الولايات تحسباً لأي اختراق قد يشوش عملية لا يبدو الإقبال عليها كما هو متوقع. بحسب المصادر، كبار السن فقط كانوا النسبة الأعلى بين المشاركين، أما فئة الشباب ففضلت أخذ دور المتفرج. تقول استطلاعات رأي لم تجد هذه الشريحة مرشحا مقنعا بين المتنافسين، وبعضهم تساءل ما الجدوى؟ المشاركة الضعيفة تلك دفعت الهيئة العليا للانتخابات لدعوة التونسيين لتكثيف مشاركتهم في هذا الحدث، كاشفة أن نسبة المشاركة لم تتعدى 35% من عموم 7 ملايين ناخب تونسي كان من المتوقع أن يدلوا بأصواتهم. الحال بالنسبة للجالية التونسية في الخارج لم يكن أفضل. نسبة المشاركة لم تبلغ الحد المأمول، لا سيما في فرنسا التي تضم وحدها 400,000 تونسي. الانسحابات التي سجلت قبل ساعات من انطلاق السباق لم يحرك المياه الراكدة.
يقول مراقبون إن مرشح حزب تحيا تونس يوسف الشاهد هو المتضرر الأكبر من انسحاب محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس وسليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس. أما المستفيد عبد الكريم الزبيدي الذي جرت الانسحابات دعما له، لكن حتى الآن لا أحد لديه تكهنات حاسمة حول النتائج. لا يزال بعض التونسيين حائرين حتى اللحظة، من ننتخب وكيف السبيل لاختيار المرشح الملائم؟ أسئلة عجز المرشحون عن تقديم أجوبة لها على ما يبدو حتى بعد انطلاق السباق. أما الدليل ضعف المشاركة، هل هو مؤشر على انعدام الثقة بقدرة الأحزاب على تقديم البدائل؟ سؤال تبقى إجابته رهن النتائج. وللسائلين عن المنتصر في هذه الانتخابات يجيب كثيرون بأنه الناخب التونسي. صحيح أن تشتت المرشحين يعتبر مأخذاً على هذه النسخة من الانتخابات، لكن كثيرين وجدوا فيها دليلاً على أن زمن الزعيم الأوحد ودولة الحزب قد أصبح جزءاً من الماضي. لكن تبقى التساؤلات عديدة عن مشروع المرشحين الذين كانوا جزءاً من النظام السابق، وهم الذين نجحوا بتقديم أنفسهم تحت شعارات براقة. ما زالت الشكوك تدور حول قدرتهم على تحقيقها. أناقش هذه الحلقة مع ضيوفي وأبدأ بزياد بومخلا كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول. مساء الخير وأهلا بك معنا، وطبعا سينضم إلينا بعد قليل فيصل بن خليفة مساعد رئيس مجلس النواب من تونس عبر سكايب، وأيضا سينضم بعد قليل ثابت العابد رئيس تحرير نداء تونس من تونس، وأيضا الصغير الشامخ كاتب ومحلل سياسي من تونس. في انتظار باقي ضيوفنا أبدأ معك سيد بو مخلة، يعني سمي بالعرس الوطني، بوصف بالتجربة الفريدة، بالانتصار للديمقراطية، ولكن نسبة الإقبال، نسبة الاقتراع كانت ضعيفة جدا مقارنة بانتخابات سنة 2014. برأيك ما الأسباب، وهل كان هذا متوقع؟ طبعا هو لا شك أنه هو عرس انتخابي حقيقي في تونس، احترمت فيه الإجراءات القانونية والدستورية والانتخابية رغم بعض المنغصات التي رصدتها هيئة العليا المستقل للانتخابات والذي أكده كذلك مؤسسات المجتمع المدني الرقابية، ولكن هذا لا يلغي أن هناك عرس انتخابي ديمقراطي تم في تونس. في المقابل كما ذكر تقريركم وذكرت، بالفعل نسبة المشاركة محيرة، مقلقة، مزعجة، تؤكد مرة أخرى أن الشعب التونسي لديه موقف من النخبة السياسية، من الطبقة السياسية، من نتائج العملية السياسية طيلة السنوات الماضية، غلبت المقاطعة على عملية المشاركة. هذا يؤكد من جديد أنه لابد من تعديل الأوتار على مستوى النخبة السياسية، على مستوى الطبقة السياسية، في مستوى خطابها، في مستوى مشاريعها. واضح أنه الشباب وهم مستقبل وعماد البلاد في حالة قطيعة مع الطبقة والنخبة السياسية، وهذا الحقيقة لا شك مؤشر مقلق ومزعج، ويجعل التجربة التونسية دائما تعيش مطبات حقيقية ويعني مشاكل حقيقية في الذهاب قدما في تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. يعني نسميه عزوف أم مقاطعة أستاذ زياد؟ والله قياسا بحجم المسجلين، المسجلين 7 مليون ونيف، تجدين نسبة مشاركة مثلا تقترب من 3 مليون، يعني من سجل الأصل فيه يملك إمكانية أن يذهب لصندوق الاقتراع، ولذلك إذا لم يذهب طوعية فهذا دليل على أنه يقاطع هذه العملية الانتخابية. فضلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدثت عن 1,700,000 سجلوا جديدا، ولكن لم نجد لهم أثرا على نتائج التصويت. كما أنه نبيل بوفون رئيس الهيئة العليا المستقلة اليوم للانتخابات وفي يعني في خطاب كان في شيء من التشنج، دعا التونسيين بكل قوة للتصويت وإنقاذ الموقف في هذه الانتخابات، مما يدل أنه نسبة المشاركة دون المأمول حقيقة ولا تحقق رغبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة حزم الجهود التي بذلت في إقناع التونسيين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. يعني هذه المقاطعة كما وصفتها يعني لها عدة أسباب، يعني هل عدم
تم إقناع من قبل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية عدم ثقة في برامجهم التي قدمت، أم يعني هو عقاب من قبل الناخب التونسي لكل الطبقة السياسية يعني بما فيها نظام جديد وما قبل الثورة؟ طبعا هو يبدو حقيقة رسالة جماعية، هو بما يشبه الرسالة، هذه أقوى رسالة سياسية الحقيقة منذ ثورة 2011، باعتبار أنه هناك حالة من المقاطعة، هناك رسالة واضحة. يبدو أنه حسب مؤشرات سبر الآراء هناك طبقة سياسية بالكامل ستغادر المشهد السياسي بين قديم وجديد، فلا شك أنه هناك رسالة قوية ينتظرها التونسيين، تنتظرها تونس في المرحلة القادمة، بما يجعل أنه عملية بناء الخارطة السياسية في المرحلة القادمة، وخاصة نحن نتحدث عن انطلاق الحملات الانتخابية للبرلمان التونسي، ستكون في غاية من التعقيد، وستنبئنا الأخبار بممكن بتغيير شامل في الخارطة السياسية في المرحلة القادمة. كيف ستغير هذه الخارطة السياسية سيد زياد، خاصة يعني على مستوى ما تفضلت به الآن هي الانتخابات التشريعية، كيف ستخلط الأوراق؟ يعني عندما نتحدث عن ظاهرة من نوع الدكتور قيس سعيد رجل القانون الدستوري الذي لا يمتلك أي مكينة إعلامية ولا مكينة انتخابية ولا مكينة حزبية، وكل مؤسسات سبر الآراء ترشحه أن يكون في الدور الثاني وممكن قد يكون الأول بالمناسبة وفق بعض مؤسسات سبر الآراء، هذا الحقيقة يعطي انطباع أنه هناك شيء جديد يتشكل في الساحة السياسية التونسية. الأحزاب التقليدية كذلك حزب نداء تونس لم يجد نفسه في هذه المرحلة، خاصة مع مرشحه الزبيدي، رغم كل الإلهالة الإعلامية التي كانت حول وخلف الرجل. يعني حتى الأحزاب القوية والمنظمة قد تتلقى اليوم يعني رسالة قوية في هذه الانتخابات، بما يجعل أنه الانتخابات البرلمانية القادمة قد يكون للمستقلين فيها وللائتلافات الانتخابية دور كبير في حسمها، بما ينبئ ببناء مشهد سياسي جديد تتراجع فيه المنظومات الحزبية التقليدية الكلاسيكية لصالح الائتلافات الانتخابية التي تقوم في أشكال تيارات اجتماعية ولديها مواقف واضحة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية. أرحب الآن بسيد ثابت العابد رئيس تحرير نداء تونس، ينضم إلينا الآن مباشرة من تونس. مساء الخير وأهلا بك معنا سيد العابد. يعني نسبة إقبال ضعيفة جدا في هذا العرس الانتخابي التونسي، يعني وصفت بالمحيرة المقلقة المزعجة، يعني حتى هذا رأيناه يعني على ملامح السيد نبيل بافون في المؤتمر الصحفي الذي عقده، يعني وكانت في نبرته وكأنه يحث الشارع على الخروج وعلى التصويت. يعني ضعف الإقبال كيف نفهمه؟ ما أسبابه بداية؟ حتى وإن كانت نسبة الإقبال ضعيفة، إلا أنه يبقى هذا القول الشعبي عبر صناديق الاقتراع هو نجاح جديد في مسيرة هذا الوطن نحو بناء ديمقراطية حقيقية غير مشوهة لا بالولاء ولا بالطائفية. هذا هي الواقع مهما كانت النتائج ومهما كانت نسب المشاركة. فيما يخص النسب المشاركة فيبدو وأنه من ناحية أولى الهيئة المستقلة للانتخابات يعني كانت حملتها الدعائية للانتخابات ضعيفة، إلى جانب وأنه وسائل الإعلام والتي هي تصنع الرأي في تونس وفي مختلف البلدان اصطفت وراء مرشحين بعينهم لا نجدهم اليوم في الدور الثاني، ما عدا المرشح نبيل القروي الذي ربما نجده في الدور الثاني. أيضا الوضع الاجتماعي والحملة الانتخابية، نعم الوضع الاجتماعي العام بالبلاد وغلاء المعيشة والحملة الانتخابية التي قادها 25 مترشح ضد مترشح واحد ألا وهو يوسف الشاهد الذي هو على رأس الحكومة والذي يمثل منظومة الحكم، أعتقد وأنها ساهمت في نفور الفئة كبيرة من الشعب التونسي، ولكن تبقى النسب المشاركة ليست بالكارثية، ولكن أعتقد اسمح لي سيد العابد، هذا النفور
هذا النفور أو ربما لنا أن نسميها مقاطعة لهذه الانتخابات، ليس من أجل اصطفاف 25 مترشح ضد مترشح واحد، ولكن يعني هناك من يقول، يعني حتى وسائل إعلام عربية وعالمية تتحدث عن تشتت للناخب التونسي وهو في يعني ينتظر دوره للوصول إلى الصندوق. يعني الناخب التونسي وصل اليوم إلى يوم الانتخابات وهو لا يعرف من سيختار. ممكن، هذا ممكن، ولكن أريد أن أؤكد أيضا وأن نسب المشاركة مثلا في الدائرة الانتخابية ولاية سوسة فاقت 50%، أيضا في المنستير تقارب 50%، في عديد المحافظات كانت النسب مرتفعة ولكن في محافظات أخرى النسب فعلا منخفضة. أيضا أعتقد أن الفوز والخسارة في هذه الانتخابات تترجم من غاب عن الذهاب إلى الصناديق، عندما نرى أن الإسلام السياسي لأول مرة في البلدان العربية منذ أن صارت هذا ما يسمى بالثورة أو الربيع أو الانتفاضة أو اختلفت عنده المسميات، لأول مرة الإسلام السياسي ينهزم وهو الذي أيضا يعيش انشقاق، إلى جانب العائلة التي تسمى بالعائلة الوسطية الحدثية التقدمية منقسمة، وهذا يؤكد ما أتيتم به على أنه الفكر مشتت بين أكثر من مرشح. أضف أيضا اليسار الذي تقدم بثلاثة مرشحين ولا نجده حتى في ولا نجد ولا مرشح واحد في العشرة الأوائل، كل هذه العوامل. وأعتقد أيضا وأن العامل الأساسي والمفصلي الذي شكل أو نحت هذا العزوف عن النسبي على الانتخابات هو الوضع الاجتماعي والوضع المعيشي للشعب التونسي. نعم، يعني في إطار ما تفضلت به سيد العابد، يعني هل هذا يدل أيضا لأن بالنسبة لهذه الانتخابات وما مر به الشعب التونسي في هذه المرحلة أو في الخمس سنوات الأخيرة هناك وعي هذه المرة من الناخب التونسي بأن بوجود مناورات في هذه الانتخابات بمناظراتها بمرشحيها، يعني من هو في الواجهة اليوم ليس هو من تطبخ إليها كما يقال من تحت الطاولة؟ لا أعتقد أنه من نصيب عندما نقول بأن مناورات، عندما نذكر المناظرات التي شهد جميع العالم بنزاهتها وبمستوى تنظيمها العالي، ومن هنا أريد أن أحيي كل من الهيئة المستقلة للقطاع السمعي البصري وهيئة الانتخابات التي نظمت هذه المناظرة في على مستوى عالي. يبقى أن منتوج المناظرة ومنطوق المرشحين السياسيين هو هذا الذي نختلف حوله، أيضا وسائل الإعلام الخاصة التي اصطفت كل وراء مرشح، هذا واقع. ولكن الإبداع، أعتقد أن هذا الإبداع التونسي في هذه الانتخابات عندما يفوز ربما بالمرتبة الأولى مرشح لا يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي التي ينخرط فيها أكثر من 700 مليون تونسي، هذا المرشح قيس سعيد ليس له حساب على التواصل الاجتماعي، لا نجد له لا أفيشات ولا يعني ولا حملة دعاية باهرة. أنا أعتقد، أنا أعرف الشخص أنه حتى سيارة معناته لا يملك حتى سيارة. هذا الإنتاج التونسي هو عقاب، هو أعتقد وأنه عقاب ربما يصل إلى حتى درجة الانتحار السياسي للبعض، وأنه خير أن يذهب إلى مرشحين في أعتقد وأني مغامرة مع مرشح يقبع في السجن وموجهة إليه تهم بتبييض الأموال، ومرشح لا, 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 لا وجود له في الساحة السياسية. ولكن هذا هو القول الشعبي وهذا هو الخيار الشعب التونسي، أو لنقل
لفئة من الشعب التونسي التي تبحث عن الصدق في ظل المناكفات وفي ظل هذا التجاذب والاتهامات التي وزعها المرشحون الباقون بين بعضهم البعض. نعم، أرحب بسيد فيصل بن خليفة مساعد رئيس مجلس النواب، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن من تونس. مساء الخير وأهلا بك معنا. طبعا نسبة الاقتراع والإقبال إلى جانبها طبعا التي بلغت 27.8%، نريد أن نعرف معك آخر المستجدات سيد فيصل حتى الآن. هل بدأت عملية الفرز الأصوات؟ متى أغلقت مكاتب الاقتراع؟ هل من معطيات جديدة رشحت حتى الآن؟ شكرا لكم على هذه المداخلة. اليوم حقيقة مفاجأة كبيرة ياسر صارت في المشهد السياسي التونسي في الانتخابات التونسية. اليوم اللي موجود حاليا هو بروز وفي المرتبة الأولى، احتلال المرتبة الأولى من طرف المرشح قيس سعيد، مرشح القيس سعيد الذي حقيقة اليوم يمكن أن نقول أنه معناها كان أستاذ جامعي فقط، أستاذ قانون دستوري غير معروف، ليس له أي تواصل مع أي كان غير معروف، مسيرته الكل. اليوم الناخب التونسي أراد أن يعاقب كل من أخذ مكان في الحكومة التونسية ومن ترأس حكومة أو ترأس البلاد. اليوم كل وزير الدفاع، رئيس الحكومة، الوزراء السابقين، وزراء السابقين ورؤساء الحكومة السابقين، الكل لم يقع انتخابهم اليوم، الكل تمت معاقبتهم من طرف الناخب التونسي، لأن الناخب التونسي ملا ظهور كل من وعده بأي شيء ولم يفعل، وخاصة بعد الأحداث التي صارت أخيرا والفيضانات التي صارت وكل الأحداث. الناخب التونسي يريد أن يغامر وأن يتعرف على أن يحكمه رئيس جديد يتطلع له يعطيه من الجرعة من الأمل، لأنه فقد الأمل نهائيا في السياسيين، في الطبقة السياسية التونسية. والثاني الذي يترأس اليوم الانتخابات ب 15.5% تقريب، والأستاذ قيس سعيد 19.5%، هو نبيل قروي، مشهد فريد من نوعه في العالم. نبيل قروي مرشح ثاني للرئاسية، سيكون في الدور الثاني، وهو من أبواب وهو داخل يقبع داخل سجن المرناقية بتونس. هذه ظاهرة حقيقة فريدة من نوعها في العالم السياسي وفي الوفلة. سيد نعم. سيد فيصل، يعني قلت ظاهرة، ولكن يعني هناك من يرى لم يكن مفاجئا صعود نبيل القروي في هذه الانتخابات، ربما لأن القرار الذي اتخذ بحق نبيل القروي أن يطبق القانون على نبيل القروي جاء في توقيت خاطئ جدا. كيف نبيل القروي جعل منه ظاهرة وجعل منه بطل سياسي اليوم، هو خلينا نقول أنه سجين سياسي. نبيل القروي جعلت منه الحكومة بطل قومي، وبتعاطف والشعب التونسي يحن ويعطف على كل من له مشكل. رأوا أن نبيل القروي مظلوم، تعاطفوا معه، هذا من جانب. وهناك جانب آخر مهم جدا، أن نبيل القروي دخل إلى داخل وداخل مناطق الفقر في تونس منذ 3 سنوات، وعالجها واتصل اتصال مباشر مع المواطن الفقير الضعيف في تونس الذي تخلت عنه الحكومة في وقت ما. هذا ما الذي جعل نبيل القروي متوقع صعوده 100%. كانت نبيل القروي والقرار الذي اتخذ ضده بعدما تقدم في يوم 3 أوت أو 4 أوت إلى الانتخابات الرئاسية. إذن مع كل ما قام به وما كل ما قدمه نبيل القروي في الفترة الماضية وترشحه للرئاسية، هو الذي جعل يتخذ فيه مثل هذا القرار
وسجنه، وهذا ما صدر، وهذا حقيقة هو قرار يراه الشعب التونسي ويراه العالم أنه قرار ظالم، لأن ليس له حكم يعني بهذا. هل نفهم سيد فيصل كنت تقول عقاب كررتها، ولكن ربما ربما تكون نهاية جيل من السياسيين بأكمله بهذه النتيجة من الانتخابات للدور الأول؟ جيل كامل، خليني نقول انتحار جيل كامل من السياسيين اليوم في تونس، عملية انتحارية جماعية للسياسيين الذين لم يريدوا أن يتوحدوا ولم يريدوا أن يرشحوا واحدا منهم. الكل يرى فيه في نفسه الرئيس، والكل يرى فيه نفسه أنه يمكن أن يقود البلاد حتى بصفر فاصل من الأصوات. إذا الشعب التونسي عاقب كل من تطاول على الرئاسة، وهذا مهم جدا، وهذا مهم جدا، كل من تطاول على الرئاسة ورأى في نفسه أنه هو القائد المنتظر والزعيم المنتظر. إذا هنا نحب نقول كلمة مهمة ومهمة جدا، شكرا للديمقراطية في تونس التي ما أمكن لها البارح في الليل، يوم أمس ليلا، لا أحد من التونسيين يعرف من هو الرئيس، وهذا مهم جدا. وشكرا للديمقراطية التي جاءت بعد الثورة، التي أعطت الفرصة للتونسيين لأن يختاروا بكل حرية رئيسهم، وأن يبدوا رأيهم في أي في كل ما يريدونه وكل ما يشاؤونه. وشكرا للديمقراطية التي، وخاصة أريد شخصيا كنائب ومساعد رئيس لمجلس النواب، وعشت 5 سنوات في السياسة، أن أشكر الهيئة العليا للانتخابات التي لا أحد يشكك في قدوة، ولم ليس هناك مجال لا للتزوير ولا لأي شيء. هنا مطمئن المواطن التونسي أنه صوته سيكون في محله وفي مكانه، واضح سيد فيصل. نعم، أريد فقط أن أتحول إلى سيد زياد بو مخلة. طبعا تعليقك على ما تفضل به نبيل القروي من وراء القضبان في المرتبة الأولى، بعده قيس سعيد. تعليقك، هل بالفعل هي نهاية على يد التونسيين لجيل كامل من السياسيين، يعني إن كان من قبل الثورة أو من بعدها؟ طبعا إن صحت هذه النتائج، ويبدو أنها بنسبة عالية صحيحة الحقيقة، بالفعل هذه أقوى رسالة سياسية على الإطلاق بعد ثورة جان في 2011. هذه الرسالة تنهي طبقة سياسية بالكامل، توجه صفعة قوية في وجه عدد كبير من الطبقة السياسية، كما قلت، سواء منها القديمة أو الجديدة، تعطي انطباع أنه هناك دعوة واضحة وملحة من طرف التونسيين لإنتاج طبقة سياسية جديدة بالكامل. هذا يعطي كذلك أفق جديد للسياسة وللدولة التونسية، ويجعلها خارج المنظومات واللوبيات العادية، لوبيات المال، لوبيات الجهات، لوبيات الإعلام. هذه النتائج كسرت كل التوقعات الحقيقة، رغم أن مؤسسات سبر الآراء كانت تؤكد أنه قد تحصل المفاجأة، ولكن بالفعل هذه النتائج تكسر كل التوقعات، تكسر كل الأشياء التقليدية التي كان تبنى عليها السياسة في تونس. ولذلك نحن أمام بالفعل مرحلة جديدة بالكامل في تونس. سوف أعود إلى هذه النقطة، ولكن تفضلوا بالبقاء معي ضيوفي الكرام وأيضا سادة المشاهدين. سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش، ابقوا معنا. تتعدد الأزمات والقضايا وتتشابك في ملف واحد، يسبر تفاصيل قضية حساسة وشائكة، نحللها، نغوص في أعماقها، ونستخلص العبر والنتائج. ملف مشترك يأتيكم في الأوقات التالية.
بكم من جديد مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيوفي السيد زياد بومخلة وفيصل بن خليفة وثابت العابد. أهلا بكم مجددا. أعود إليك سيد ثابت العابد، أريد تعليقك فقط على هذه النتائج الأولية، على ما يبدو، ما تبعاتها؟ هناك يبدو أن هنالك خلل على مستوى الاستشراف وتوقع بالنسبة للفاعل السياسي التونسي أو الفاعل التقليدي، أيضا على مستوى النخب المثقفة لم يتوقع ولم يستشرف أحد أن تكون النتائج بهذه الكيفية. وربما أنا أتجرأ وأن أقول وأن هنالك مقاربة بين نسبة الأمية ونسبة التصويت لأحد المترشحين، هنالك مقاربة جدية لابد من البحث فيها. أيضا لابد من البحث في السوسيولوجيا أو سوسيولوجية المجتمع التونسي ما بعد ال 14 جانفي أو ما بعد الثورة. هنالك وضع جديد، هنالك وضع سياسي جديد ووضع اجتماعي جديد بعد وفاة الرئيس الأستاذ الباجي قايد سبسي رحمه الله، والانتقال الهادئ والسلس إلى السلطة، وما تحدث عنه العالم والصورة التي خرجت للعالم عن التونسي. اعتقدنا في تلك اللحظة وأن التونسي أصبح يهتم أكثر بجانب الحريات وجانب المؤسساتي وما يتحدث به العالم الغربي عن والعربي عن تونس. اليوم أكد الواقع وأن اهتمام التونسي بثمن البيض والحليب والخبز هو الأولويات الأولى، المعيشة وغلاء المعيشة وظروف الاجتماعية الصعبة هي الدافع الأساسي إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتغيير وضع ما. أيضا لابد من القول وأن هنالك صناعة رأي عام في تونس أصبحت أيضا واقع عن طريق وسائل الإعلام التي اصطفت ووسائل الإعلام التي تشتغل مع مرشحين بعينهم. في ولكن سيد عابد ثابت، لماذا ترجع هذا؟ يعني أليس وضع المعيشي والوضع الاقتصادي هو الركيزة، هو الأساس لأي شعب سينتخب إن كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو حتى على مستوى الأحزاب؟ يعني بالنسبة للمشهد السياسي وما قدم حتى اليوم، حتى بالنسبة للمترشحين أنفسهم، يعني نجد رئيس دولة سابق، نجد رؤساء حكومة سابقين، نجد وزراء سابقين، يعني كل المترشحين توالوا على الحكم، مسكوا مناصب في الدولة ولكن لم يقدموا شيئا لهذا الشعب، يعني الوضع بقي على حاله. لماذا لا تعترف بأنه فعلا عقاب لكل هذه الشخصيات التي قدمت نفسها من جديد على أنها ستقدم الحل؟ هو عقاب، ولكن من المشحف أن نقول بأن من مروا على سدة الحكم في تونس لم يقدموا شيئا، هذا مجانب إلى الحقيقة. هذا ما يقوله الشعب. تونس 16% من ميزانيتها أصبحت ترصد إلى مكافحة الإرهاب، ونعم هذا ما يقوله الشارع، ولكن الوضع كان سيء وتحسن ولكنه ما زال مطلوب أن يتحسن أكثر. من مروا بسدة الحكم أعتقد على مختلف توجهاتهم السياسية قدموا شيئا إلى هذا الوطن، بمعنى باستثناء التجربة الأولى مع الترويكا، حزب النهضة وحزب المرزوقي، ما بعد ذلك سوى مهدي جمعة أو الحبيب الصيد أو يوسف الشاهد قدموا واجتهدوا في تحسين الوضع الاجتماعي. ولكن أيضا لنقل أن هنالك آلة إعلامية تصنع رأي عام، تريد أن تصنع رأي عام شعبي، تريد أن تلغي كل ما هو نظامي. هنالك
فعلا تصويت عقابي لمنظومة الحكم، ولكن أيضا نلاحظ وأنه فشل إلى كل من دعا إلى المنظومة القديمة عندما نرى وأنه حزب عبير موسى يعني في أسفل الترتيب. أيضا هذا لا يمنع وأن هنالك مؤشرات وبقعة ضوء عندما نرى وأنه المرشح لطفي المرايحي أيضا هو أعتقد أنه شبيه بقيس سعيد يتقدم في لم يكن معروف على الساحة السياسية ربما على مستوى النخب، ولكن في الساحة السياسية العامة لم يكن معروف. نلاحظ أنه أتى بنسبة أعتقد أنها محترمة مقارنة بوعي الناس بهذا الرجل. هنالك وضع سياسي جديد لابد من الدرس ولابد من دراسات. طيب هذا الوضع الجديد سيد عابد الثابت الذي فرضته انتخابات اليوم فرضه هذا اليوم، يعني كيف سيؤثر فيما بعد على التشريعية التي يعني انطلقت مع يوم الانتخابات الرئاسية؟ انطلقت الحملات التوعبية للمرشحين إلى الحكومة ومجلس الشعب. من الصعب جدا التكهن بنتائج الانتخابات او سوف بما ستعطي، ولكن الواضح هو انه هنالك هي انتخابات عقابيه الى كل من له علاقه بمنظومه الحكم، هذا واضح. ايضا هنالك واضح وانه من ذهبوا الى صناديق الاقتراع اغلبهم يبحث عن تجربه جديده ومغامره جديده مع وجوه غير تقليديه عندما يصوت إلى نبيل القروي المسجون ويصوت لي قيس سعيد الرجل المحترم، ولكنه غريب حتى في طريقة الإلقاء متاعه وهي غير تقليدية، ويعتبر أعتبر أن هذه البحث عن المغامرة والخروج من النمط التقليدي الذي عاشه تونسيون في مؤسسة الرئاسة خصوصا سواء مع الرئيس المؤسس الحبيب بورقيبة أو مع بن علي أو مع الباجي، فكان الدبلوماسية كانت نمط رتيب نوعا ما، البحث عن وجوه غير تقليدية في الانتخابات التشريعية. أعتقد أنه سيتواصل هذا المنوال. أيضا هنالك الملفت في الانتخابات الرئاسية وما سينعكس على الانتخابات التشريعية، وأنه أريد أن أؤكد أنه الإسلام السياسي وحركة النهضة خصوصا هي اليوم مشتتة وهي اليوم منقسمة، ولا أعتقد أن هنالك مرشح سيصعد إلى الدور الثاني دون ما دعم من جزء هام من حركة النهضة ودون دعم من دعاية من قيادات بعينها في حركة النهضة ضد مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. يعني وضع سياسي جديد غير التقليدي لا يمكن التنبؤ به، ولكن لابد من دراسته وتوقعه عن طريق الدراسات الاجتماعية كما قلت والسياسية. طيب اعود اليك سيد فيصل بن خليفه، وصفت يعني منذ قليل بالتطاول على الرئاسه او مؤسسه الرئاسه، ولكن انا ساسال من جانب اخر، يعني ربما هذه النتائج وهذا الواقع الذي لمسناه اليوم في يوم الانتخابات ربما لم يعد يهم التونسي كثيرا منصب رئيس الجمهوريه نظرا لصلاحياته المحدوده التي حددها الدستور الاخير، يعني الى اي مدى هذا صحيح؟ سيد فيصل بن خليفة هل تسمعني؟ لم يعد موجود معنا. أحيل نفس السؤال إليك سيد زياد بومخلة، يعني إلى أي مدى ربما يكون هذا صحيح؟ يعني لم يعد التونسي يهمه كثيرا منصب رئيس الجمهورية طبعا نظرا لصلاحياته المحدودة والمعروفة، يهمه يعني رئاسة الحكومة، يهمه مجلس الشعب، يهمه من سيقدم له الحل لواقعه المعيشي والاقتصادي المتردي. ليس إلى هذا الحد لا شك، ولكن لا شك كذلك أنه الشارع التونسي لا يتعامل اليوم مع رئيس الجمهورية على أساس أنه المنقذ
أو هو الزعيم الملهم الذي بيده أن يحل كل مشاكل تونس، ولذلك جزء من القراءة في نتائج الانتخابات وفي نتائج خاصة أو مؤشرات المشاركة تدل على ذلك، فضلا أنه يبدو أنه أغلب المرشحين لم يقدموا خطابا مغريا للتونسيين يؤكد أنه هناك بالفعل اليوم هناك شخصية نادرة فريدة من نوعها قادرة على أنها تذهب بعيدا بتونس. ينضاف إليها بالفعل استقر في فهم التونسيين اليوم أنه الصلاحيات التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس الجمهورية صلاحيات إلى حد ما محدودة، ولذلك بالفعل القضية تتعلق بأنه الأهم عند التونسيين لعله في المرحلة القادمة هي تركيبة الحكومة، هي الحكومة التي بيدها أن تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولكن يبدو ولكن حتى يتأكد هذا هذا يحتاج أنه ننتظر قليلا الانتخابات التشريعية التي ستجرى بالشهر القادم في يوم 6. نسبة المشاركة هل ستستمر على هذا النحو؟ إن استمرت على هذا النحو فهذا يعطي رسالة مضاعفة إنه التونسيين يعني يرون الأمور بشكل مختلف تماما عن كل الطبقة السياسية، ولذلك الأمور بالفعل تعقدت بشكل كبير جدا، خاصة إذا صحت المعطيات الأولية بصعود قيس سعيد ونبيل القروي لشخصين تقريبا لا يملكان خبرة سياسية سابقة بالمعنى الحقيقي، ليس لديهم مكنة إذا استثنينا خاصة قيس سعيد بدرجة أقل نبيل القرو، لذلك نحن أمام مشهد سيكون جدا معقد في المرحلة القادمة، ولا شك أن رئيس الجمهورية سيكون في وضعية حرجة في المرحلة القادمة أيا كان هذا الرئيس. طبعا من جانب آخر زياد بومخلة، يعني هل تدفع الساحة السياسية التونسية اليوم ثمن تفكك الأحزاب؟ أتحدث هنا تحديدا عن حزب نداء تونس وما حدث في معركة ما سمي بتوريث نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تدفع أيضا ثمن تحالفات أخرى حصلت سميت بتحالفات المصلحة، يعني المشهد السياسي كان في حالة فوضى انعكست اليوم، وطبعا كيف سينعكس هذا على المواطن الذي بدأ يتحرك وبدأ يقول لا؟ نعم، هذا واضح جدا، التشتت الذي حصل على مستوى الأصوات استفادت منه الماكينات غير الاعتيادية أو الشخصيات الأكثر استقلالية في المشهد إن صح التعبير، التي لا تنتمي بشكل واضح إلى منظومات حزبية وأيديولوجية واضحة ولا يمكن تحديدها بالشكل الكافي عند التونسيين. هذا يظهر كذلك في الحجم الكبير من المترشحين من داخل العائلة السياسية الواحدة، الإسلاميين بأكثر من مرشح، القوميين بأكثر من مرشح، اليساريين بأكثر من مرشح، ولذلك هذا شتت الأصوات على المستوى نفس القواعد الانتخابية عند هؤلاء الأطراف المجتمعة، وبالتالي أنتج هذا المشهد. ولكن هذا كذلك نعيد ونؤكد أن المجتمع التونسي والناخب التونسي مل المنظومات التقليدية الكلاسيكية كأنه نهاية الأحزاب التاريخية في تونس لصالح تشكل المشهد وطبقة سياسية جديدة بالكامل في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك زياد بومخلة، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. شكرا لك ثابت العابد، رئيس تحرير نداء تونس، كنت معنا مباشرة من تونس. وأشكر فيصل بن خليفة، مساعد رئيس مجلس النواب، الذي كان معنا عبر الهاتف من تونس. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.